أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المنصة. عبر تاريخه الطويل شهد اليمن العديد من الحروب والصراعات التي كانت سببا في تدمير آثار البلد وجعلها عرضة للنهب. مع دخول الحرب القائمة عامها الخامس نشرت العديد من التقارير التي تشير إلى تعرض الكثير من المواقع الأثرية لدمار واسع بسبب عدم التزام أطراف الصراع بحماية الأعيان المدنية والمواقع الأثرية وعدم استهدافها. تواجه الأثار اليمنية في الوقت الراهن خطر التدمير والسرقة والنهب والتهريب، فمع اندلاع الحرب الدائرة ارتفع معدل سرقة وتهريب الأثار بشكل كبير، وتم نقلها وبيعها لتجار الأثار في دول العالم، وكان لبريطانيا النصيب الأكبر منها. أصبحت المواقع الأثرية اليمنية مباحة أمام القصف، فإذا سلمت من قذائف ميليشيا الحوثي لا تسلم من غارات طيران السعودية والإمارات، وكأن هدف الجميع إزالة كل معلم حضاري يمني. إحصائيات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للآثار والمتاحف رصدت أضرار بالغة تعرضت لها مواقع أثرية في مناطق مختلفة من اليمن، كقلعة القاهرة في تعز ومدينة براقش في الجوف ومدينة صنعاء القديمة ومدينة زبيد في الحديدة والأضرحة الأثرية في عدد من المحافظات اليمنية. يضاف إلى كل ذلك استهداف المتاحف وإغلاقها بحيث لا يعرف مصير الكثير من القطع الأثرية التي كانت فيها حتى اللحظة. عن تهريب الأثار وتدمير المعالم التاريخية في اليمن ودور الجهات المعنية سيكون موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج المنصة، لكن قبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم نتابع هذا التقرير الذي أعده الزميل عمر النهمي. من سيوقف تهريب التاريخ اليمني ويمنع طمس معالمه؟ سؤال يطرحه اليمنيون على الجهات الحكومية وينتظرون إجابته التي لم تلح في الأفق منذ بداية الحرب وحتى الآن. لقرون طويلة ظلت اليمن واحدة من البلدان الأغنى من حيث الإرث التاريخي والحضاري، إلا أن 5 أعوام من الحرب كانت كافية لإفقاره، ليس في الجانب الاقتصادي وحسب بل في هذا الجانب أيضا. إذ كشفت الهيئة العامة اليمنية للآثار عن رصد 66 موقعا ومعلما أثريا تعرضت لضربات جوية خلال الحرب، بالإضافة إلى تفجير 35 معلما ومزارا دينيا. الحكومة اليمنية اتهمت ميليشيا الحوثي باستهداف مواقع أثرية في مناطق المواجهات، وبحسب بيان كانت قد أصدرته المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو مطلع العام الجاري، فإن ميليشيا الحوثي نهبت المخطوطات والكتب التاريخية والعلمية من مكتبة زبيد في الحديدة. المتاحف هي الأخرى لم تسلم من آثار الحرب وتبعاتها، فقد أغلقت ميليشيا الحوثي معظم المتاحف كالمتحف الوطني في صنعاء، ونقلت أغلب محتوياته إلى ما وصفته بالأماكن الآمنة، تجنبا لتعرضها للاستهداف حسب ادعاءاتها، إلا أن أماكنها لم تعد معروفة حتى اللحظة. لكن ناشطين اتهموا ميليشيا الحوثي بتهريب جزء كبير من الآثار التي كانت متواجدة في هذا المتحف، فيما تم استهداف متحف ذمار بصواريخ التحالف وتدميره، بالإضافة إلى تدمير مكتب الهيئة العامة للآثار والمتاحف. أما المعالم التي سلمت من التدمير بسبب المواجهات والحرب كتلك المتواجدة في مدينة المكلا، فقد تآكلت أجزاء كبيرة منها بسبب الإهمال الحكومي. في ظل هذه النكبات التي تعرضت لها المعالم الأثرية والتاريخية، يبدو أن الحرب لن تكتفي بتدمير حاضر ومستقبل البلاد فحسب، بل واقتلاع جذورها التاريخية. أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ الحلقة مع الأستاذ أحمد عفيف وهو رئيس منظمة نشآن الذي ينضم إلينا من الجوف. مرحبا بك سيد أحمد، مساء الخير. مرحبا وأهلا وسهلا. أهلا بك سيد أحمد. بداية، ماذا فعلت الحرب بالمعالم التاريخية في مأرب والجوف خلال 5 سنوات الحرب هذه أنتم في المنظمة؟ ما هي أبرز التجاوزات التي رصدتها في مجال الآثار؟ طبعا أثر الحرب على الآثار بشكل عام في اليمن بشكل عام أثر كبير، وبالنسبه لمأرب والجوف فقد اثرت الحرب في جوانب متعدده. اهمها كثير من المواقع الاثريه كانت مناطق مباشره، وكان لاطراف الصراع كان لهم خيارات متعدده،
يعني أن يتصارعوا في أماكن أخرى، لكن كأن تعمد الصراع في مناطق الآثار كانت مخططة مسبقا. الحوثيين كانوا يترسوا كثيرا في المناطق الأثرية في مارب، وجعلوها منطقة اشتباك كمناطق السد والعرش ومعبد أوام وغيرها من المناطق. في الجوف كذلك مناطق الخريبة ومعبد نكرة حتى لحضارة معين ومدينة معين وبراقش، كلها كانت مسرح للمواجهات المباشرة. وقد أثرت المواجهات كثيرا على هذه المعالم لأنها كانت تقصف بشكل مباشر وتنهب أيضا من قبل الأهالي ومن قبل تجار الآثار الذين كانوا متربصين خلال الاشتباكات وبعدها لأخذ المقتنيات وتهريبها. من ناحية أخرى حينها في بداية الحرب ضعف تواجدها في مارب والجوف وعدم تواجد مكاتب الثقافة سواء في مارب أو في الجوف في العام 2015 أو 2016 أثر كثيرا على هذا القطاع، لأن المواطنين كانوا غالبا المواطنين لا يدركون قيمة هذه الآثار والمقتنيات، وكلما جاء شخص يشتري منهم قطعة أو ما شابه ذلك يبيعونها بثمن بخس. وما سبب حيازة المواطنين للقطع الأثرية حتى يقومون ببيعها بهذا الجهل بقيمتها وبأهميتها؟ طبعا عندنا مشكلة كبيرة في مارب الجوف تتعلق بأن مناطق الأثر مناطق مفتوحة تماما وغير مصورة، تصوير يحميها، بالإضافة إلى أن هناك مناطق كثيرة لا يوجد فيها حتى حارس واحد. بالإضافة إلى أن مثلا في معبد أوام والعرش يوجد حارس، لكن هذا الحارس يقول بأنه لم يستلم رواتبه منذ سنوات. يعني من السهل أن يأتي شخص ويغري الحارس بمبالغ مالية كبيرة ويأخذ ما يريد من المقتنيات والنقوش وغيرها. طبيعة الآثار طبعا ما قبل الحرب كانت هذه الآثار أشبه بأملاك شخصية، مثلا كان يقال منطقة العرش ومعبد أو قبيلة كذا أو فخذ كذا، كذلك في براقش ومعين وغيرها، فكانت أشبه ما تكون بأملاك شخصية لا تشرف عليها مكاتب السياحة والثقافة. حتى إذا أرادت مؤسسة أو شخص أن يقيم فعالية في هذه المؤسسات يبدأ باستئذان القبيلة قبل أن يستأذن مكتب الثقافة أو غيرها من المكاتب الرسمية. لكن الأمر تحسن كثيرا الآن. فطبيعة وجود هذه المواقع الأثرية في أماكن مفتوحة وغير مصورة جعل أمام المواطنين فرصة للنبش والحفر والبيع ولإصابة الآثار كذلك، خصوصا في معين، منطقة معين غير مصورة وغير محمية ولا تمتلك أي رقابة. منطقة فراقش محمية نوعا ما حتى الآن، ولا يستطيع أحد الدخول إليها إلا بإذن أو تصريح، لكن مناطق حضارة تماما وبحاجة إلى حماية وتصوير. نعم سيد أحمد، أنتم كمنظمة معنية بهذا الأمر، ما هي أبرز التحركات التي قمتم بها بهذا الصدد، وكيف وجدتم تفاعل المنظمات الدولية كاليونسكو في رصد الضرر الذي لحق بالآثار والمعالم اليمنية وأيضا محاولة حماية ما تبقى منها؟ نحن كمنظمة على تقييم الأضرار الحالية وحددنا احتياجات قطاع الآثار والمتاحف وأولوية هذه الاحتياجات، ونقوم بمراسلة المنظمات الدولية في تتبنى مثل هذه المشاريع، وهناك استجابة مبدئية من قبل كثير من المنظمات، كما نعمل على التنسيق مع وزارة الثقافة، لأن وزارة الثقافة بذلت جهودا كبيرة في هذا الإطار، عقد اتفاقات مع الجهات الأمريكية والأوروبية في حماية الآثار ومع صناديق داعمة، لكن مشكلة وزارة الثقافة حتى الآن أن كل مشاريعها متوجهة إلى عدن وحضرموت وتعز، برغم أنه من الأولى أن تستهدف مارب والجوف بدرجة أساسية،
فنحن نعمل على رد هذه الهوة وتوجيه اهتمام وزارة الثقافة لهذه المناطق، ونعمل حاليا على تطوير وحدة الإعلام لدينا لكي تبدأ بالتسويق المجتمعي من أجل توعية شاملة بقيمة وأهمية الآثار، وأيضا لكي تكسب تأييد المنظمات الدولية لمجالات تدخل المنظمة وعملها. حتى الآن لم تتدخل أي منظمة دولية، لكن هناك تجاوب مبدئي، ونحتاج إلى مساندة السلطات المحلية كذلك في هذا الجانب، لأن غالبية المنظمات الدولية المانحة في حالة إذا كانت المنظمة ستنفذ مشاريعها بالتنسيق والشراكة مع السلطات المحلية، فهدف المشاريع حاليا هي بناء قدرات السلطات المحلية بدرجة رئيسية، فإذا تمكننا من التنسيق الفاعل مع السلطات المحلية في محافظة الجوف ومارب سنتمكن من جلب المزيد من المشاريع والتمويل لصالح قطاع الآثار. طبعا تأتي على رأس الأولويات بناء المتاحف. تصوري بأنه لا يوجد هناك أي متحف حتى الآن في مارب أو في الجوف، برغم أنها من المناطق ذات الأولوية التي يفترض أن يتواجد بها متاحف. قبل سنين، قبل الحرب، قام الصندوق الاجتماعي ببناء متحف في مارب برعاية الألمان، لم يكتمل هذا المتحف وأصبح مشروعا. وبالنسبة للجوف فلا يوجد فيها متحف على الإطلاق، ويعد هذا المشروع من أول الأولويات. نعم. لأنه إذا استطعنا أن نبني متحف نستطيع أن نأخذ القطع الأثرية المملوكة حاليا بشكل شخصي عند القبائل. إذا دعوناهم إلى جمع القطع الأثرية سيتجاوبون إذا ما استطعنا متحف في الجوف أو في مارب، وهذا من أهم أولوياتنا في هذه المرحلة. نعم سيد أحمد، أتمنى أن يكون مدير مكتب الآثار الذي سيكون معنا الآن يستمع لحديثك هذا. سيد أحمد عفيف، رئيس منظمة نشأن، كنت معنا من الجوف، شكرا جزيلا لك. أشكرك جزيل الشكر أنك كنت معي ضيف في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، معنا الآن الدكتور مبخوت مهتم، مدير مكتب الآثار من مأرب. مرحبا بك دكتور مبخوت، مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور. لعلك استمعت لحديث الأستاذ أحمد عفيف من الجوف الذي تحدث عن تحركات للمنظمة للتنسيق مع منظمات دولية للعمل بهذا الصدد، وكان يأمل بالتعاون من قبل السلطات المحلية في محافظة مارب والجوف، وأيضا تساءل باستغراب، وهذا تساؤل ربما الكثير، لماذا لا يوجد متحف للآثار في مارب وفي الجوف برغم أنهم من أكثر المناطق تواجد للآثار اليمنية؟ و أيضا حدثني عن ما الذي قدمتم أو قمتم به بهذا الخصوص في حماية الآثار ومعالجة مشكلة التهريب في محافظة مأرب. نعم، في الحقيقة الحديث عن الآثار بالفعل حديث ذو شجون بالأمانة، يعني كأنها تراث إنساني قومي وممتلكات ثقافية إنسانية، ويجب التنويه منذ البدايه انه عند الحديث عن الاثار وعمليه الاثار والكشف عن الاثار وبرامج الاثار وصولا الى حمايه الاثار والمواقع الاثريه، هذه بالطبع هي منظومه متكامله عمليه ليست سهله ولا بسيطه كما اعتقد الكثيرون او كما يعتقد الغير قريبين اصلا من السلطات الاثريه. لذا احيي الاستاذ الدكتور احمد عفيفي، وكنت اعتب على الدكتور احمد عفيفي ومن على شاكلته في تلك المنظمات. اولا يجب على مثل هؤلاء ان يكون هناك تنسيقا مباشرا وتواصلا حثيثا وجادا لكشف المعاناه الحقيقيه التي شعنا بها الاثار لا سيما في ظل الوضع الراهن. ولكي نقول من البدايه نكون صريحين، فيجب على اي انسان او اي شخص كيفما كانت صفته او مهنته او علاقته بهذا الموضوع ان يتوقع من البدايه ان برامج الاثار او بالانصاف يعني بالفعل انه
كل المجال الاثري لا زال 90% من مواقع الاثر ومناطق الاثر لا زالت تحت الدراسه والتنقيب والكشف الاثري. لم تفتح الجرده حاليا حتى الان لادراج معلم الناس ناهيك عن معبد القرآن فقط الذي انتهت الاعمال الاثريه فيه. ولكن برامج الاثار هي معنيه اولا بذلك العمل الاثري والكشف المنظم الذي تعنى عليه او تقوم به مؤسسات دوليه. ولدينا في معبد القرآن 5 أو 6 إلى 7 بعثات دوليه اوروبيه امريكيه تعمل في مجال الكشف الاثري ولا زالت ورغم الظروف القاهره والامتناع الذي كان 10 سنوات يشكل لظروف البلد والعواصف التي تمر بها. لذا يجب علينا ان نكون صريحين للغايه. لماذا لا توجد هناك اهتمام بالاخر في مدرسه الجد؟ انا اقول لكل الكثيرين هذا ولو لكل المتسائلين تعتبر مالك بالفعل هي مصحف مفتوح في الاصل ان لم تكن موجوده تلك المنشاه التي تحوي الاثار او وان كانت بالفعل موجوده وقيد الانشاء ولكن ظروف المنطقه الان والنازحين وما الى ذلك والعواصف العربيه التي تمر بها البلاد كانت سببا عائقا بالفعل في عدم اكتمال هذا المبنى الاثري. وطبعا ليس كما يقول عبد العزيز ان الالمان الذي يقوم بالمتحف، لا، هذا المتحف هو هديه من شركه الصبغ والتبريد اليمنيه وبالفعل ساهمت في بدايه العمل ولم يكتمل الانشاء ولم يكتمل العمل بعد. هذا لا يعني ان الاثار اصبحت في وضع غير عادي على الاطلاق، ولكن لدينا من الاثار ومن القطع ومن المكتشفات الاثريه من مواقع مختلفه من مدير الشروع من مدير البراغيث من عده مواقع موجوده كذلك في محافظه مارب لا زالت موجوده ومؤمنه وموثقه ومسجله بتسجيل عميل وتنتظر الفرصه المناسبه لابرازها وعرضها ونشرها وكذلك ادراجها ضمن البرامج طبعا هي المنظمه لعرض الاثار. كما يجب التنويه من البدايه واعذرني من اطلت في هذا الموضوع امامنا ان الجانب العلمي يختلف عن الجانب الفلسفي او النظري او المشاعر المشاغبه لما تصاحبه الهجمات الشرسه على الاثار ومواقعها. نحن ننظر الى ابعد من ذلك بالكثير ونرى بعين الاعتبار ان واقع الارث الحضاري والثقافي لمملكه سبا واليمن القديم بشكل عام والتي هي نواه لكل اصول العرب بشكل عام من محاوله مارب الانطلاق بالضبط لابد ان تعيد اهتمام الجميع من مؤسسات ومنظمات وفاعلين ومفكرين وباحثين وجامعات وكذا منظمات المملكه مع الامم المتحده ذات العلاقه والمعنيه بشؤون الاثر والممتلكات الثقافيه. نحن خلال مده الحرب خلال الفتره التي لا زالت حرب في اليمن لم نتلقى اي ايجابيات من تلك المنظمات في رفع المعاناه عن تلك المواقع الاثريه وما يجري من الحروب ومن توارث كما اشرنا سابقا في تقارير موجوده لتلك المنظمات. طالبوا معنا ساعدونا ابلغوا تلك العمليات الحربيه بالنأي وابعاد مواقع الاثار عن الصراعات وعن الحروب. يجب ان تبتعد تلك المجالات الحربيه عن مواقع الممتلكات الثقافيه لدار الحضاره والمنشات السياحيه وما الى ذلك. ولكن للاسف الشديد المسائل استجابه على الاطلاق. لذا ما تمر به اثار مارب وما تمر به اثار الجوف وغيرها من اثار اليمن القديم مأساه وكارثه انسانيه جدا. دكتور مبخوت ايضا بين الحين والاخر تاتي اخبار من مارب قيام السلطات العسكريه هناك والامنيه باحتجاز عصابات تقوم بتهريب بعض الاثار، كيف يتم التعامل مع هذه القطع التي يتم احتجازها؟ وايضا بالنسبه للاثار التي يعثر عليها مواطنون هل تصلكم دائما؟ ما هي الاليات التي تعملون عليها بغرض منع بيعها لاطراف متاجره بالاثار؟ في الحقيقه وللانصاف انا اشيد بدور الجهات النيابيه والرقابيه والسلطات هنا على مدى اسبوعين متكاملين اخرها اليوم بالضبط ارسلت النيابه العامه مجموعه من القطع المختلفه لديها يوم على اساس مزيره مهما كان ولكن هي تشير الى الاثار ولا سمعت الاثار. هناك احتجاز الكثير من القطع المهربه داخليا طبعا من مواقع مختلفه من دمار من صنعاء من ناب من شب وتقوم السلطات الامنيه بارسالها الى مكتب الاثار بالطبع، نحن نتعامل معها ونرفع التقارير بان هذه الاثار بالضبط هي مزيفه على الاشياء حتى الان التي وصلت حتى الان.
ومن قاموا بتهريب مثل تلك الأوراق الآثار أو تقليدها أو تجديدها، لا شك أن ذلك مخالف لقانون الآثار، لا شك ذلك. ولكن أنا أقدم بهذه تلك الحملات ومثل تلك الأجهزة الرقابية، ونحن نتعامل مع مصداقية وشفافية كذلك ونشد على أيديهم. هذا الموضوع الثاني، أنا أشير هنا وأنتهيتها فرصة إلى دور الإعلام ودوره الإيجابي بالضبط في إطار الرسائل الهامة إلى مختلف النواحي في العمل معنا بجدية في رفع المعاناة ومحاولة التصدي لكل أولئك أو لتلك الجرائم المنظمة بالضبط. أنا أقول تجارة الآثار أو الإتجار بالآثار هي منظومة كاملة متكاملة، دولية محلية ذات إدريجيات وذات برامج وذات مخططات أكبر مما يتصورها الإنسان، وهي مرتبطة طبعا بموضوع الاستعمار والموضوع نحن الممتلكات الثقافية للشعوب العربية، وليست وليدة العصر على فكرة. الموضوع أكبر من هذا الكثير. دكتور مبخوت، عفوا على المقاطعة، ولكن هناك سؤال أخير. نعم، لا لم يعد لدي مزيد من الوقت ولدي ضيوف ايضا، عفوا منك دكتور مبخوت، ولكن سؤال اخير اتمنى ان تجيب عليه باختصار. هناك من يقول ان المحفوظات الاثريه المخزنه لديكم في مأرب غير مسجله بشكل واضح وما يعرضها للسرقه والضياع، تعليقك على هذه الجزئيه دكتور مبخوت. انا اطلب من المنظمات الدكتور احمد عفيفي والاخوه الباقين والمنظومات الاخرى الوصول الى مأرب والاجابه والاستجابه وتلقي المعلومات والسؤال والاجابه بمكتب الاداب وعن جهينه الخبر اليقين. نحن نريد من هؤلاء ان ياتوا الينا، لابد ما يسالونا ونجيبهم، لابد ان نثري هذا الموضوع باهتمام وبمسؤوليه وبعنايه صادقه وشفافه. حتى الان لم تزرني منظمه معينه على الاطلاق للاستفسار عن تلك المواضيع أو معرفة الآثار بالضبط أو لماذا هذا ولماذا ذاك. هو المجال فقط للدش وللاستهتار والمبالاة. أنا أريد عمل الإيجابيين، عمل المضامين، عمل المطالبين، عمل يعتمد على على الإثبات، على الأدلة، على البراهين. هذا بالضبط، هذا هو العمل المنظمات والمجالات المهتمة بشؤون الآثار. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور مبخوت، مهتم مدير مكتب الآثار في مأرب. نحن نثمن كل الجهود التي تقومون بها أنتم وأيضا في الجهات الأمنية، وشكرا جزيلا لك لأنك كنت معي في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، اتصال آخر من حضرموت، هذه المرة معنا حافظ مطير. أهلا بك، أهلا بك حافظ، مساء الخير. أهلا وسهلا بكم، ونشكركم على هذه الاستضافة في قناة بلقيس. أهلا بك حافظ، مشاركتك حول موضوع الحلقة عن الآثار اليمنية وتعرضها للنهب والسرقة والتدمير، هل تعتقد أن هناك تدمير ممنهج للآثار اليمنية ومن تتهم بالوقوف خلف ذلك؟ بالنسبة للآثار والآثار والموروث الحضاري والفكري، ألاحظ ما ألاحظه أن هناك عملية ممنهجة لتدمير هذا الموروث التاريخي والأثري الكبير بغرض طمس وهوية بغرض وطمس وتغييب الهوية اليمنية وتشويهها، لأن ما وجدت حضارة وما وجد أثار إلا نتيجة لحضارة عظيمة وبقائها يعيد الإنسان اليمني إلى وجدانه وإلى ذاته وإلى حضارته ويحاول أن يستنهض نفسه للنهوض من جديد. أما بالنسبة للاتهام فهناك العديد من الأطراف وأقصد بها الميليشيات السلالية، فهي تحاول أن تطمس وأن تدمر كل معلم أثري، والذي حاولت أن تجعل منها متارس للحروب ومخازن للسلاح غرض تغييب الذاكرة اليمنية وطمس الهوية اليمنية والوجدان اليمني وتغييب الإنسان اليمني عن مأثره وعن ذاته الحضارية. كما تكلمت سابقا ولو نقرأ ونسمع لخطابات حسين بدر الدين الحوثي سنجده كان يسخر ويحرض ضد المآثر اليمني، لأنه هذه المآثر اليمنية تعتبر دليل على هوية ووجدان الإنسان اليمني والتصاقه بتاريخه العريق، بينما الهوية أو الهوية الكهروتية وهو ما بيحاول الآن
أن يروجوا من شعارات طائفية في صرعاء كمليشيات الحوثي الإرهابية، هم يقولوا هذه هويتنا، أي الهوية الطائفية الفئوية، والهوية التي الهوية الطائفية الفئوية هي تتعارض مع الهوية اليمنية التاريخية، لأن الهوية اليمنية التاريخية هي ناتجة عن الحضارات اليمنية، عن التراكم الحضاري، عن التراكم التاريخي للحضارات اليمنية المتعاقبة سبا ومعين وقتبان وحمير، وبهذا أطلق عليها اليمن. فالهوية اليمنية هي تستند جذورها من الإرث الحضاري والتاريخي للحضارات اليمنية، وهذا الصراع مع هذه الميليشيات بكل أطرافها ومسمياتها وأشكالها هو صراع هويات ما بين شعب ينطلق من ذاته وجذوره الحضاري، وما بين سلالة تنطلق من إيديولوجياتها الكهنوتية، وهذا هما يحاولوا أن يطمسوا كل شيء. أتذكر هناك عبارة كانت بين الإمام أحمد والبدر، عندما كان البدر يحاول أن يطلب من والده بالتنقيب عن الأثر، فقال له والده تريد أن تبعث أجدادهم كي ينعثوا أجدادك؟ يعني معناته إذا استنهضنا ذاتنا اليمنية وعدنا حضارتنا وتاريخنا لا وجود لهذه السلالة التي تتكئ على الكهنوت وعلى الخرافة وعلى التجهيل. فاستناد الإنسان اليمني من ذاته ومن حضارته وتاريخه وإعادته إلى الوجود وإلى الحضارة من جديد، وإحيائه من حالة الموت السريري الذي هو عليه منذ أن غزت هذه السلالة الكهنوتية اليمن. ولو نلاحظ عملية التدمير المنهج هناك، أكثر من 155 معلم أثري تم تدميره خلال هذه الحرب من قبل ميليشيات الحوثي الكهنوتية. فدمروا المتحف في تعز، المتحف ودار المخطوطات في تعز، تدمروا المتاحف في صنعاء وحاولوا أن ينهبوها ويسربوها ويبيعوها، وحاولوا أن يضعوا بديلا عن المؤازر أو التحف اليمنية وال للأسف اليمنية لم تكن ضحية فقط للميليشيا الحوثي، وإنما كانت ضحية لكل الأيديولوجيات ولكل الجماعات الدينية المتطرفة. أيضا هنالك معالم وأضرحة تم نسفها على أيدي أيضا جماعات دينية متطرفة أخرى. حافظ، نحن دائما ما نتحدث عن مهام المنظمات، الجهات الحكومية والجهات المعنية، دعنا نتحدث عن واجب المواطنين، واجب اليمنيين. ما الذي يجب القيام به من قبل اليمنيين للحفاظ على أثارهم، على تراثهم، على حضارتهم؟ هذه حافظ رسالة وجهها لليمنيين. بالنسبة لليمنيين، هم يعانوا من ناحية التغريب والجهل، ونتيجة الجهل صاروا لا يأبهوا لهذه المآثر أو لهذه التحف الأثرية، وصاروا يعني يعتبروها لا قيمة لها فيما هي الحقيقة. القيمة الحقيقية للتحفة أو لأي شيء هي قيمة التاريخية التي تعود إليها، إلى الحقبة التاريخية أو الزمنية التي تعود إليها. ولهذا نقول لليمنيين، عليكم أن تحافظوا على آثركم وعلى حضارتكم وعلى تاريخكم، وأن تنطلقوا من ذاتكم وتاريخكم وحضارتكم حتى تصلوا إلى مصاف الأمم المتقدمة، لأنه من لم ينطلق من تاريخه وحضارته ووجدانه وذاته لن يكون في المستقبل أي شيء. فلا نستطيع أن نعبر المستقبل إلا بالانطلاق من الجذور الحضارية والتاريخية والذات اليمنية، والذات اليمنية تتكئ على هذا الموروث الحضاري والتاريخي والفكري. حتى أنه ألاحظ قبل أيام، يعني في 25 أكتوبر تم قصدي في 8 نوفمبر تم إحراق دار المركز الدراسات والبحوث في عدن، وهذا كله بغرض يندرج تحت إطار التدمير والمنهج والمنظم لتغييب الذات والهوية اليمنية والتاريخ الفكري اليمني. هناك عمليات منظمة سواء في صنعاء أو في أي مكان، هناك تدمير ممنهج سواء حتى في الجوف. حصل تدمير لمدينة مراكش بشكل منظم. الآن الميليشيات الحوثية تتمترس في صرواح، على ماذا؟ على انقاض حضارة سبا. هناك عندما دخلت إلى مارب حاولت أن تتمترس في مدينة مارب القديمة. هذا كله عمل ممنهج من أجل ضرب هذه المآثر التاريخية. كذلك طرقت أنت إلى تفجير الأضرحة في كل مكان. الجماعات المتطرفة هي دائما تحاول أن تطمس المأثر الذي يتكئ عليها الإنسان اليمني حتى أنه لا ينطلق إلى المستقبل، وهذا هو يعتبر إرث إنساني تاريخي وليس ملك اليمن، وإنما هو إرث للإنسانية جمعاء. صحيح، يختلفون في السياسة ويختلفون في كل شيء، ويتفقون على تراثنا وعلى حضارتنا وعلى
على الحلقة الأضعف في هذا المجتمع من نساء وأطفال. إذا شكرا جزيلا لك حافظ مطير، كنت معنا من حضرموت، شكرا جزيلا لك. معنا توفيق السامعي باحث تاريخي وهو يكلمنا من السعودية، مرحبا بك توفيق، مساء الخير. أهلا وسهلا. أهلا بك سيد توفيق، أنت باحث تاريخي، لديك العديد من المؤلفات، لديك مؤلف كتاب تعز في العهد الرسولي، وأيضا لديك رواية الطريق إلى تعز، هذه معلومات للمشاهد لكي يعرف من الذي يتحدث معنا. سيد توفيق، حدثنا عن ماذا فعلت الحرب بالمعالم التاريخية في تعز. الحقيقة لم تكن المعالم التاريخية في تعز استثناء من تدمير الإنسان اليمني، سواء كانت في تعز أو في كافة المحافظات اليمنية التي دخلتها الميليشيات وأقامت عليها الحروب المختلفة، لكن تعز بشكل خاص يتعرض تراثها وتعرض كذلك تتعرض آثارها لكثير من التدمير التي حصلت يعني بشكل متعمد من قبل الميليشيات الحوثية، خاصة يعني قلعة القاهرة التي هي أبرز معلم تاريخي أثري في تعز أيضا، وهي تعتبر رمز تعز الأكبر. أيضا مدرسة الأشرفية تعرضت إلى جزء من القصف الحوثي، أيضا هناك المتحف الوطني الذي تعرض إلى قصف من الميليشيات الحوثية بعد الانسحاب منه، فتم إحراق كثير من المخطوطات اليمنية النادرة وكثير من أيضا النقاع الأثرية التي كانت معروضة في هذا المتحف الكبير في محافظة تعز. أيضا الميليشيات الأخرى التي كانت تسيطر على بعض المواقع التاريخية في تعز كميليشيا أبي العباس الذين قاموا ايضا نهب بعض هذه الاثار من سواء من المتحف الوطني او من بعض المواقع الاخرى، كذلك تدمير قبه عبد الهادي السعودي التاريخيه وهي ترجع الى العهد الرسولي. ايضا يعني الكثير من المعالم التاريخيه التي كانت تمثل تاريخ وتراث لحضاره الدوله الرسوليه من ناحيه وللحضارة اليمنية بشكل عام. قلعة القاهرة تعود إلى ما قبل الدولة الرسولية وإلى ما قبل الدولة الأيوبية منذ ما قبل الإسلام ومنذ ما قبل الميلاد، كذلك بعض المواقع الأخرى التي تتعرض بشكل منهج. أريد أن أنوه إلى نقطة هامة وكثير من المشاهدين والمواطنين يغفلون عنها، وهي أن الميليشيا الحوثية تتعمد تعمدا كبيرا القضاء على الهويه التاريخيه لمحافظه تعز كما فعل اباؤهم الائمه من قبل. يعني نجد هذا المنهج التدميري منهج عقائدي لدى هذه الميليشيات ولدى المشروع الامامي بشكل عام. الامام احمد حمد الدين هنا اتخذ من تعز عاصمه لدوله المتوسطيه، وهو حاول ان يهدم المدرسه المغفريه والمدرسه الاشرفيه ومحو تاريخهما لانها تذكر باجهى عصور اليمن في عهد الدوله الرسوليه، واليوم عادوا ايضا بإغار صدورهم من قبل بعض من ينتسبون الى محافظه تعز للقضاء ومحو على اثار الدوله الرسوليه التي كانت هي الرافع الحقيقي الحضاري اليمني والرافع الثقافي لمحافظه تعز بشكل خاص، وبالتالي هم تعمدوا على محو هذا الجانب التاريخي في هذه المحافظه الثقافيه الابيه. نعم سيد توفيق، نعم. الان من على عاتق من تقع مسؤوليه الحفاظ على هذه الاثار اليمنيه؟ من الذي فعلا بيده ان يوقف كل هذا العبث، التهريب، السرقه؟ من الذي يمكن حمايه هذه الاثار التي تتعرض لكل هذا التدمير الممنهج من جميع كل اطراف الصراع، سواء في الداخل او في الداخل او الخارج؟ الآن تقع المسؤولية الكاملة، مسؤولية غير منقوصة على الدولة الشرعية، على الحكومة الشرعية، على السلطة المحلية لمحافظة تعز المتواجدة اليوم في هذه المحافظة، على اعتبار أن مدينة تعز قد حررت من الميليشيا الانقلابية، وبالتالي يقع على هذه السلطة المحلية الشيء الكبير للحفاظ على هذه الآثار وعلى المتاحف الوطنية في محافظة تعز.
وكذلك على المواقع الأثرية المختلفة التي تتعرض للنهب وتتعرض للتدمير. أريد أيضا أن أنوه إلى معلومة هامة جدا، وهي أن العصابات التدميرية التي تنهب المتاعب وتنهب الآثار وتنهب اللقاء الأثرية اليوم يعني تعمل بشكل كبير ونشطت بشكل كبير في محافظة سعد، ولدي الكثير من الصور ولدي الكثير من المعلومات من خلال يعني من يتواصل بي من المواطنين، لأنهم يعلمون أنني باحث تاريخي لمحافظة سعد، فكثير من المواطنين يتواصلون بي على أن عصابات تدميرية ممنهجة لم تتعرض محافظة سعد للتدمير الذاتي للهوية الثقافية وكذلك لمحو آثارها ولبيع اللقاء الأثرية والمخطوطات كما تتعرض اليوم. هناك عصابات مختلفة في مدينة سعد تنشط، بعضها مرتبط بميليشيات مسلحة وبعضها مرتبط أيضا بميليشيات خارجية وبعضها مرتبط للأسف الشديد بمنظمات دولية، لبعض المنظمات الخارجية التي تحت لافتات إنسانية مختلفة، وبالتالي تعمل على شراء ونهب مثل هذه اللقاء الأثرية. هناك تماثيل ذهبية، هناك تماثيل تعود إلى 3000 يعني عام من هذا العام، هناك يعني أشياء عملات مسكوكة تعود إلى حوالي 2500 سنة من الآن. هناك أستاذ توفيق أعتذر على المقاطعة ولكن لم يعد لدي وقت، حديثك مهم والموضوع مهم وحديثك مهم، وسنفرد لهذا الموضوع حلقات قادمة وبالتأكيد ستكون معنا. غلطتنا أننا كان لدينا ضيوف كثيرة في هذه الحلقة. توفيق السامي، الأستاذ توفيق السامي باحث تاريخي ومؤلف وكاتب، شكرا جزيلا لك أنك كنت ضيف معي في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، معنا الدكتور عبد الودود مقشر وهو رئيس قسم التاريخ في جامعة الحديدة. مرحبا بك دكتور عبد الودود، مساء الخير. حياكم الله في قناة بلقيس. اهلا بك دكتور، حدثنا كيف اثرت الحرب على المعالم التاريخيه والاثريه في الحديده؟ بالنسبه لي انا لا اتكلم عن الحديده فقط، ولكن اتكلم عن تهامه بشكل عام. تفضل. الاثار تضرر كبير جدا جدا، بل بعض المدن أي يعني المواقع الأثرية محيت تماما. وعلى سبيل المثال معنا جامع فاز، هذا جامع أثري يرجع إلى أيام معاذ بن جبل رضي الله عنه لما جاء إلى لنشر الإسلام، فبنى هذا المسجد على البحر، فمحي هذا المسجد دمر ثم محي من أساسه، فهذه جريمة أساسية يجب أن تدان بشكل عام. اليونسكو مهمتها انها يجب ان تتكلم عن ذلك، ان تتحدث عن الانتهاكات التي حدثت للانسان، للارض، للجغرافيا، للاثار، لدرجه ان ميناء قنا التاريخي في بئر علي على شاطئ البحر العربي محيي تماما بالجرافات والشيولات، مثل جامع الفرز، مثل جامع السيد حاتم الاهدل، مثل ضريح الجلاب في التحيته. هذه الاماكن الاثريه، حتى الشجر، بعض الشجر كان ينفع المرضى، فقالوا هذه معتقدات خرافيه وكفريه وبدا محوها. القصر الذي كان ليل نهار مس بنيتنا التحتيه الاثريه بشكل كبير جدا جدا. هناك سد مارب ورد بالطيران من 1916، هذه أول مرة جريمة في التاريخ البشري. كيف آثار تحت اليونسكو ودمرت وضربت؟ ما هذا الفكر الخرافي الذي جاء إلينا؟ يعني اليمن 7000 سنة من الحضارة، 7000 سنة محيت في كثير من الآثار. إنهم يستهدفون يا أختي بنيتنا الأثرية، تاريخنا، وجودنا، يدمرون ويمحقون وينسفون كل تواصلنا الحضاري القديم. هذه عقدة النقص التي لديهم. كيف يمسون شيء مقدس عند الأمم، عند الحضارات، عند الدول، يمس عندنا بشكل كبير جدا وينسف. هكذا نريد أن نصرخ للعالم، أنقذوا آثارنا. فإذا كان الإنسان يموت، الأرض تدمر
وتلغم فالإنسان الآثار التاريخ هذا شيء مقدس. لا قدر الله يزيد، لا قدر الله كانت قد وقعت في أيديهم، ما الذي كان سيحدث لليزيد؟ يزيد مدينة السبعة الأولياء والأضرحة والصوفية والأشعرية، هذه المناطق كانت مفتوحة لليزيد. اليزيد ضمن قائمة الأمم المتحدة اليونسكو في الأمم المتحدة في سنة 1993 دخلت. فتصوروا لو دخل هؤلاء التتار العصر إلى هذه المدينة بدعوة تكفيرية ودمرة. الطيران أيضا قد دق كثير من المعالم الأثرية في تعمل وكثير من المناطق الأثرية في اليمن بشكل عام، ومحيت كثير من الآثار. أنتم تصوروا مسجد الضريح الإمام العالم العلامة المشهور ابن عبد الرزاق الصنعاني، أو عبد الرزاق الصنعاني صاحب كتاب المصنف المصنف الذي طالب العلم كل محدثي القرن الثاني الهجري قدموا إليه، وصف ودمر. وكم من مساجد وكم من آثار وكم من أضرحة وكم من جوامع محيطة بدعاوي كاذبة. نعم دكتور عبد الودود، للأسف لم يعد لدي وقت، باختصار رسالة توجهها للجهات المعنية سواء في الحكومة الشرعية أو في المنظمات المعنية بحماية التراث، وأيضا رسالة توجهها للمواطنين. ربما جمعنا نعرف المسؤولية القائمة على الجهات المعنية من حماية الأثر، ولكن المواطنين اليمنيين هم أيضا المعني الأول بالحرص على هذا التراث، لأنه هذا تراثهم، هذا تاريخهم. رسالة توجهها، رسالة للمواطنين اليمنيين حول أهمية ماذا تعني لهم هذه الأثر، ماذا تعني لهم هذا الإرث والتاريخ الحضاري. المواطنين أختي عندهم ما عندهمش وعي ثقافي، ما عندهمش وعي أثري، هذه مشكلة حقيقية. الجهل نسبة كبيرة جدا، لكن نقول لكل إنسان هناك حس وطني، يجب أن تحافظ على هذه القطع الأثرية، يجب أن تحافظ على المخطوط، يجب أن تحافظ على البناء القديم، لا ترد المساجد، لا تهدموا المساجد بدعوى التوسيع ودعوى أن القديم أن هذه مخططات حقيقية لأجل محوهم هويتنا. تدمير مسجد له 700 سنة أو 800 سنة أو 1000 سنة هو في الحقيقة جريمة حقيقية مكتملة الأركان. نطالب الأمم المتحدة، نطالب اليونسكو بالتدخل السريع، نطالب كل حكومات العالم بالتدخل من اجل انقاذ هذه المناطق الاثريه، هذه المناطق التي يوميا تستباح وتدمر. نعم. وتدار فيها حروب وتوحى من الوجود. شكرا جزيلا. وتصبح في يوم من الايام اليمن تكون اثار. نعم، اذا دكتور عبد الودود مقشر رئيس قسم التاريخ في جامعة الحديدة، أشكرك جزيل الشكر أنك كنت معي ضيف كريم في هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الودود. إذا مشاهدينا الكرام، نذهب لاستطلاع بعض التصريحات التي وصلتنا عبر الواتساب. وجود مؤسسة تهتم بالآثار وتهريبها شيء جميل، لكن عملها في الواقع كلنا جميعا ما بنشوفش. يعني ممكن الناس يدخلوا آثار ويهربوا آثار من داخل البلاد بدون ما نلقى أي جهة تكافح هذا الشيء أو تلاحق هذا الشيء. فضروري أنه يتم تفعيل هذا المؤسسة أو هذه الجهة لملاحقة مهربين الآثار، وفي نفس الوقت يفعلوا مؤسسة لملاحقة الآثر داخل اليمن نفسها، لأن في ناس عندهم داخل بيوتهم الآثار هذا، ما أخذوهاش لا متاحف، ما أخذوهاش لا أماكن تتبع الدولة، طارح انها داخل البيوت. بمجرد ما يجي واحد يشوفها عتبيعقة وتمت وخرجوها من البلاد وانتهى الموضوع. من الصعب في الوقت الحالي تعقب مهربي الآثار في ظل وجود دولة ضعيفة ومنافذها بيد الغير. أعتقد أن أكبر منفذ لتهريب الآثار اليوم هو مطار صنعاء وميناء الحديدة، وهذا إن صحت الروايات فطائرات الأمم المتحدة وطائرات الإغاثة وغيرها لها متعلقة بهذا الموضوع. طبعا ظاهرة تهريب الآثار ظاهرة خطيرة جدا، وتتطلب يعني تضافر جميع الجهود من سلطة محلية، من مكتب الآثار، وأيضا جهود المواطن نفسه أيضا. يعني إذا
علم بوجود آثار أو بسرقة آثار، التبليغ للجهات المعنية كالسلطة المحلية أو مكتب الآثار لاتخاذ الإجراءات. هناك أيضا توثيق القطع الأثرية من قبل مكتب الآثار وموافاتها للوزارات المعنية وموافاتها للأنتربول الدولي لكي يتم متابعتها في جميع الدول التي يتم. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة. نشكركم على حسن المتابعة، وأشكر كل ضيوفي الذين كانوا معي في هذه الحلقة، والشكر هو موصول لكم من زميلي معد هذه الحلقة الزميل عمر النهمي. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، كونوا في أمان الله. إلى اللقاء.